تعيش مدينة نيس الفرنسية على وقع الصدمة والرعب غداة الاعتداء الدامي الذي شهدته ليلة الخميس. الناجون تحدثوا عن حالة الذعر التي عاشوها عندما اقتحمت الشاحنة شارع برومناد زانغلي متسببة بمقتل أكثر من 80 شخصا. شاهدنا شاحنة تنزل شارع برومناد بسرعة 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة وتنتقل بسرعة من جهة إلى أخرى. لم نكن نعرف ما علينا فعله. بدأنا نتلفت حولنا كالآخرين. عندما اقتربت منا كثيرا قررت القفز فوق سياج الشارع لأسقط على الأرض. لقد كان السياج أعلى مما توقعت، ما تسبب بإصابة معصمي. بكل الأحوال كنا محظوظين. بعض الناجين اتخذوا من أحد أفخم فنادق مدينة نيس ملجأ لهم. قاعة الاستقبال تحولت إلى مستشفى ميداني ومكان قامت الشرطة فيه بجمع الشهادات. فندق نيغريسكو أحد أبرز معالم الرفاه في الريفيرا الفرنسية كان شاهدا على الرعب الذي وقع يوم أمس. المكان ما يزال مطوقا من قبل الشرطة وتستمر عمليات جمع الأدلة المرتبطة بالهجوم الذي أزهق حياة أكثر من 80 شخصا. هجوم قد يغير طبيعة هذا المكان إلى الأبد.